ايه المباراة اللي يمكن الأخرى، مباراة طبعا المباراة الكبيرة ما بين المنتخب البلجيكي والمنتخب البرتغالي، واعتقادي الشخصي كانت من أفضل المباريات على المستوى التكتيكي. شفت برضو المباراة إزاي وتعتبر مفاجأة خروج حامل اللقب، ولا أنت شايف كمان إن نتيجة طبيعية فوز المنتخب البلجيكي؟ لا، هي نتيجة طبيعية فوز المنتخب البلجيكي، لأن لكن يبقى طبعا خروج حامل اللقب يعتبر مفاجأة، خروجه تحديدا من أول نوك أوت. كمان هو في البطولة ما أقنعش قوي، يمكن هو فوز وحيد وفي الوقت المتأخر على المجر، هزيمة كبيرة من ألمانيا، تعادل كان مثير أمام فرنسا، لكن البرتغال شاركت في هذه البطولة لسبب واحد بس، عشان تعزز أرقام كريستيانو رونالدو، ليس لشيء آخر. يعني ما عملش حاجة في البطولة غير إن رونالدو بقى الهداف التاريخي لدور لكأس الأمم الأوروبية، وتخطى رقم بلاتيني ووصل رقم 14، من الصعب حد يعمل ده للمرة الخامسة على التوالي بيشارك في بطولات كأس الأمم الأوروبية من 2004 حتى لغاية دلوقتي ما كسرش رقم علي داي. علي داي إيه؟ علي داي 109 نفس التساوي، ينقصه هدف أعتقد رونالدو، أعتقد هيشارك في البطولة القادمة كمان. هو يعني البرتغال للأسف الشديد المنتخب هو شارك من أجل تعزيز أرقام كريستيانو رونالدو ليس لشيء آخر، يعني هو ما عملش حاجة في البطولة، ما كانش لهم لمسة مش أكتر من رونالدو، وما زال الهداف، بس ما توقعش إن هو هيقدر يحافظ على ده، لأنه طبعا خرج ومعاه 5 أهداف، في لعيبه عندها 4 ولسه قدامهم ماتشات زي لعبه تشيك. اعتقد النتيجه منطقيه، وان كان بين قوسين خروج حامل اللقب هو اللي طيب. تعال نبص انا وانت برضو على احصائيات المباراه اللي ممكن بتعكس بشكل او باخر، وخاصه المنتخب البرتغالي حقيقه الشوط الثاني ادى مباراه رائعه، عنده اكثر من فرصه للتسجيل، لكن يبقى المنتخب البلجيكي كمان لسه مرشح لهذه البطوله. نشوف معاك جدول احصائيات مباراه المنتخب البرتغالي مع بلجيكا ونتكلم عليه بشكل مفصل. البرتغال طبعا نتيجه 0-1 لصالح المنتخب البلجيكي. الفرص 7 فرص للمنتخب البرتغالي، لن يستغل اي فرصه منهم. على الجانب الاخر المنتخب البلجيكي فرصتين قدر يحرز منهم هدف الفوز. الاهداف المتوقعه كانت طبعا لصالح المنتخب البرتغالي 2، عدد كبير جدا، والمنتخب البلجيكي 0.26. يعني من خلال أدائه في المباراة برضه، عشان نفهم الناس الأهداف المتوقعة من خلال السيطرة على المباراة، من خلال الفرص المتاحة بنشوف الأهداف المتوقعة. نسبة الاستحواذ 56 لصالح المنتخب البرتغالي مقابل 44 لصالح المنتخب البلجيكي. نتكلم على التمريرات الصحيحة، وصلت ل 90% للمنتخب البرتغالي مقابل 84 للمنتخب البلجيكي. التصويبات على المرمى 24 تصويبة، وده رقم كبير جدا، منهم 5 تصويبات ما بين الثلاث خشبات. في المقابل المنتخب البلجيكي 6-1، 6 تصويبات مقابل انها في تصويبه، وهي التصويبه الوحيده اعتقد اللي دخلت المرمى هي لما بين الثلاث خشبات. العرضيات 12 لصالح البرتغال مقابل 5، والركنيات 3 ركنيات للبرتغال ولا ركنيه للمنتخب البلجيكي. تعليقك سريعا على هذه الاحصائيات. ولا اي قيمه لكل الكلام ده، اللي في النهايه نتيجه 1-0. يمكن احنا بمناسبه ان احنا حاطه في قناه النادي الاهلي موسيماني، طريقه لعبه هي تشابه الارقام اللي قدامنا دي، ان هو بيترك الاستحواذ للاخرين، هو بيعمل اللي عايزه في النهايه، بيعرف يفوز، عمل ده في اكتر من مباراه مع سان داونز، ومع احنا خرجنا على الموضوع اي نعم، لكن الشيء بالشيء يذكر. لا قيمه لكل ذلك، لان في النهايه حتى الاستحواذ 56-44، لكن في النهايه النتيجه في النهايه السكور 1-0 لمنتخب بلجيكا وخرج المنتخب البرتغالي. انا ما بعترفش بصراحه غير يعني التاريخ لا يعترف الا بالارقام، يعني لغه الارقام بتقف يعني صامته امام بالزبط. طبعا العمليه التهديفيه والرقم المؤثر هو عدد الاهداف.